فيها. فإما حياة تسر الصديق
وإما ممات يغيظ العدا. لقد حلقت روحك إلى علياء المجد والبطولة، وكنت أسدا في الميدان، واجهت وأنت أسد. بغضبك وحجرك أدخلت الرعب في قلوبهم، بحجرك كنت أشرف وأقوى وأشرس من جنودهم. قابلوك بالرصاص فقابلتهم بحقك وشجاعة الفلسطيني الذي يستميت في الدفاع عن أرضه وعرضه. فكل الشهيد سلاما، وحدك الحي وجميعنا يا سيدي أموات. حارب الغزاة على مر التاريخ ديارنا، فلم يجدوا عقابا أشد بأسا من فلسطيني ثائر غار على وطنه فكان جحيما على رؤوس أعدائه. فلسطيني وضع الموت خياره الأول وخرج يزلزل الأرض تحت أقدام عدوه، نهض من تحت الركام ليهدم تاريخهم فوق رؤوسهم. وأما الآن لنقرأ الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبرار. إن فخرنا واعتزازنا بالشهيد لا يعادله أي فخر في الدنيا، فالشهيد وإن رحل بجسده فإنه سيظل خالدا في ذاكرة وطنه وشعبه وأسرته. والشهداء أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر، وحين يصمت الجميع يتحدث الجميع بدمائهم وهم يخلقون ولا يموتون. هم فئة اصطفاهم الله وأكرمهم، وهم الذين لا يموتون بل يعيشون عند ربهم جل في علاه. فئة اختصهم الله ليثوروا فيكتبوا بدمائهم أعظم ثوراتنا. وأما الآن مع كلمة عطوفة محافظ محافظة سلفية الدكتور عبد الله كميل. بسم الله. محافظة سلفيد وراياتها تسمغها الدماء، هذه كراوة من مساجدها يخرج الشهداء الأتقياء الأنقياء من الزاوية البطولة من حارس الصمود. شهداؤنا قوافل حيات الجدار والاستيطان. الأخ مؤيد شعبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المجاهدين محمد الذي قال: ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم، اللون لون الدم والريح ريح المسك. أيها الإخوة الكرام، نزف في هذا اليوم إلى علياء الخلود الشهيد البطل مذكار ريان الذي ارتقى شهيدا وهو يدافع عن هذه الأرض وعن وجودنا في وطننا على يد مستوطن غادر هاق الجبان. إن هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها شذاذ الآفاق يجب أن لا تمر مرور الكرام، ويجب أن تتضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية لوضع حدود غطرسة المستوطنين وتطول الاستيطان في ظل حكومة صهيونية متنكرة لأبسط حقوق شعبنا في وطنه. يسيطر عليها شلة من الزعران والحاقدين كأمثال بني غفير. وأمام هذه الحكومة وجرائمها التي لن تتوقف، لا بد من توحيد الصف ووحدة الكلمة وإنهاء الانقسام حتى يستطيع شعبنا بكافة قواه مواجهة هذه الحكومة ومشاريعها السوداء التي لن تتوقف عند حد فلسطين بل ستطال المنطقة العربية بأسرها. تحية إعزاز وإكبار لشهداء الوطن الذين يقدمون أرواحهم رخيصة لأجل الكرامة والحرية، وتحية معطرة بالمسك إلى الشهيد البطل مثقال الذي حجز له مقعدا متقدما في الجنان وانضم إلى كوكبة الشرف والمجد في بلدتنا والتي ضمت ثلا من الرجال
الأحرار أمثال عدنان مرعي وعلي عاصي ومحمد سلامي مرعي وأبو علاء عاصي ومصطفى عاصي وعطالله ريان وأمير ريان وعبدالله ريان ومجاهد داود، وعهدا علينا أن نظل الأوفياء لدم الشهداء وحراس الأمناء على ميراث سيد الأنبياء أرض الإسراء، وعهدا علينا أن نظل صامدين ثابتين على أرضنا وأن نستمر في مقارعة عدونا حتى النصر المبين، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد، والله أكبر لله الحمد، والنصر للمجاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله.